من بين الحوايج اللي غادي يسمح لك التعليم عن بعد باش يكون عندك الحريه، وهذه نعمه ونقمه ملي كتجاوز الحدود ديالها وكتفقد المعنى ديالها وكتولي هلاك للشخص ومستقبل نحو الهاويه ونتائج كارثيه في الاخر. فالله يرضي عليك، الا ما كنتيش شخص كيعرف ينظم لي طاش ديالو وكاع الحوايج اللي باغي يدير في النهار وكل حاجه عاطيها وقتها المحدد، فمن الافضل تتبع مع الاستاذ ديالك الحصه في وقتها. يعني عندي مع 9 الصباح، فبمجرد ما توصل 9 تلقاني فايق وقديت بلاصتي ومساعد كنستنى في الاستاذ ديالي. واعتبر راسك انك في القسم ولا في لونفي ماشي في داركم، دبر في شي ليزيات مزيانين ولا شي كاسك وكمل الحصه كامله. ما تبقاش ترطع وتمشي لهنا وتطلع لك شي نوتيفيكاسيون ديال الواتساب وتبقى تقرا الميساجات من الفوق، هادشي ما فيهش اللعب. ونهار الامتحان الاستاذ ما غاديش يعقل عليك، والدرس ديالك كيتعتبر قرايتيه وشرحه لك. وفي حاله كنتي كتلقى مشكل ديال الكونيكسيون، فخذ هذيك 150 درهم ولا 200 درهم اللي كيعطيوك في الشهر ديال الطوبيس ودخل الويفي باش تقرا وجلس قدام دروسك. وملي تسالي الحصه مع الاستاذ خذ لك واحد البوز قصير، ما تسرحش بزاف، ودوز الحصه اللي من وراها. عندك يسحب لك ساعه ونص جلستيها قدام ليكرو تجيك طويله، وخاصه قدام استاذ كيشرح حيت ما مولفاش لينا كتجينا بزاف. ولكن شي فيلم ولا مسلسل جوج تسويع ما تبانش ليك وما تحسش بها، كتعيش معاه. افهي قص محمد، واعتبر راسك في المدرسه ماشي في الدار ولا في السينما، هذا الشيء ما فيهش لعب وما تخلطش كل شيء، ولا غادي تحشى لك القلب في الاخير وتجيبها في راسك. الالتزام واجب عليك هنا، ولا ما كانش عندك خاصك تربيه. وفي حاله كان عندك الالتزام فهنا ممكن تلعب بالحصص ديالك كيف ما بغيتي. مثلا اليوم سهرتي بقيتي خدام وغدا عندي حصه في الصباح بكري، يمكن لي نخليها حتى الليل نعاودها وما نحضرش لها في وقتها. ولكن اذا كان عندك الالتزام كنأكد وكنعاود مره اخرى، اذا كان عندك الالتزام ديرها. اما البلان نخليها حتى نكون في قمه التركيز ديالي باش نتبع ونفهم مزيان، وملي تجي تلقى راسك جامع 3 ولا 4 الحصص ولا اكثر، غير دوز الحصه ديالك في وقتها وخليك مع لومبلوا دي طون اللي عاطينو ليك وما تبدل والو. راه ما فيش لعب هادشي، اجمع راسك